معنا الآن الباشمهندس علاء الساقطي، رئيس اتحاد شعبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في لقاء خاص لصدى البلد. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا باشمهندس علاء، كده في البداية لو هنتكلم عن خطة مصر 2030 وتوطين الصناعة، ما دور الدولة هذه الفترة في جذب المستثمرين وأيضا توطين الصناعة المصرية ليعود بالخير على المواطن المصري؟ أنا أحب بس أبدأ كلامي مع حضرتك أن أنت النهاردة في وضع غير تقليدي في العالم كله، وطبعا بينصب على الدول اللي بدأت مشروع تنمية وإعمار وبدأت تصرف، فجيتي مرة واحدة حصلت أزمة عالمية، فالأزمة أثرت عليها تأثير فعلا قوي جدا. فلو فضلنا نفكر بالتفكير التقليدي النتيجة مش هتاخدي نتائج في الوقت ده، انت محتاجة النهاردة تتصرفي بطريقة غير تقليدية، لان الازمة غير تقليدية وغير طبيعية. بمعنى ان النهاردة انت محتاجة انك تغيري نمط الفكر عند الناس، نمط الفكر عند الحكومة، نمط الفكر عند رجل الشارع. زمان كنا بنقول الثقافة السياحية، النهاردة انت محتاجة تعملي الثقافة الصناعية، بحيث الناس كلها تبدأ تفكر ان التصنيع ده اساسي. ده دور الإعلام طبعا، ودور حضراتكم، إن النهاردة المستثمر ده راجل بيخاطر بفلوسه وبيخاطر بحاجات كتير جدا عشان يعمل صناعة تحديدا يعني، والصناعة ما بتتمش يوم وليلة، الصناعة دي بتاخد وقت. فإذا لابد من الناحية الإعلامية إن فعلا هذا الرجل يتم تشجيعه. ده ما يخص الإعلام يعني. فيما يخص الحكومة لابد وجود زي ما بقول لحضرتك حلول غير تقليدية، زي مثلا اللي عجبني جدا إن الحكومة من فترة قالت والله احنا عندنا أزمة في عدد الغرف السياحية، عشان تكتري عدد السياح عندك أزمة، طب ما ايه ممكن نعمل الشقق نقلبها الى غرف فندقية، الأماكن الخاصة اللي الواحد قافل شقته ولا قافل لا تتعمل هذا الكلام. اذا ده فكر غير تقليدي. نفس الكلام لو عملنا اسقاط عليه على الصناعة، النهاردة انت عندك محورين، محور مناطق موجودة وفيها أماكن فراغات كتيرة، فنسمح لأي مستثمر استغلال هذه الفراغات حتى لو مش في نشاطه. يعني واحد عنده مثلا مصنع إزاز وعايز يعمل مصنع تعبئة، أنا هوافق أنه يعمله على نفس الأرض بتاعته، مفيش مشكلة. واحد النهاردة عنده مصنع وعايز وعنده قطعة فاضية، مبنى فاضي ما عندوش استخدام ليه وليه طاقة وكهرباء والحكومة صرفت عليه عشان يشتغل، لا أنا ممكن أشغله له أي حاجة تانية، أو هو يعني تسهيلات من الدولة حضرتك، تسهيلات من الدولة طبعا، وتغيير في الفكر في ان الارض دي مخصصة مصنع ازاز، ما ينفعش تعمل عليها غير ازاز، لا ينفع تعمل عليها حاجة تانية طالما المساحة تنفع تصلح وامنيا سليمة، امنيا كدفاع مدني او كلام من ده. خلي الناس النهاردة تصنع حتى لو في بيوتها، الصناعات الصغيرة ما يمنع هذا. النهاردة كنا بنعمل زمان المرأة المعيلة ونجيب مكان التريكو للست اللي قاعدة في البيت، ما دي صناعة في حد ذاتها. طب ما يمنع النهاردة ان انا خلي الشباب لو عنده مكان وصناعة صغيرة اللي انت بتنادي بيها دايما، ونقول دايما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، او خلينا نتكلم في الصغيرة يعني اللي هي المكنة مترين في مترين ممكن تشتغلي بيها وتعمليها، خدت بالك؟ ما يمنع النهاردة انا مش لاقي مكان، طب ما انا اعمله في بيتي، اعمله في البدروم بتاع بيتي، اعمله في اي مكان يصلح حاليا خلاص، الى ان اجهز المناطق الصناعية. وعندك مئات المنتجات اللي ممكن تنتج بهذه الطريقة، أدوات المعمار وأدوات الفلاحة الحاجات الصغيرة وأدوات الفرشة السنان ومش عارف إيه وكل الكلام ده. خلي الناس تشتغل، اديها الفرصة دي. خلي الناس النهاردة بدل ما الحكومة تقترض فلوس، لا تقترض مكن ويبدأ تقسيط المكن والشاب بيشيله أو بيتحمله. خلي المستورد بدل ما هو النهاردة مش عارف يستورد، لا ده أنا هنشئ لك هنا جهاز أو كيان يدبر لك كل احتياجاتك بدل ما تستوردها من بره كأنك بتاخدها من هنا. الفكر لازم يبقى مختلف، وهو ده المؤتمر النهاردة لما كنا في الجلسات التحضيرية كنا بنتكلم كده. الفكر التقليدي مش هينفع دلوقتي، ممكن ينفع كمان شهرين، خدت بالك؟ بس في ظل استمرار هذه الأزمة اللي انت فيها، انت محتاجة تدبري احتياجاتك، دي نمرة واحد خلاص. نمرة اتنين، تزرعي ثقافة الصناعة عند الشباب الصغير والبنات الصغيرة. انا بقولش صغيرة دي معناها 15 سنة، انا بتكلم يعني اللي هو عنده عايز يعمل حاجة ومش عارف يعمل ايه،
خدت بالك؟ على ذكر كلام حضرتك يا فندم، الحقيقة حضرتك أكثر احتكاكا بالمواطن المصري العادي اللي عاوز يعمل مشروع صغير ويكسب، مشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأخص. ما هي التحديات اللي بتقابل سيادتك في مواجهة هذا الشيء؟ يعني هل المواطن بيبقى خايف على رأس المال بتاعه؟ هل بيبقى متخوف مثلا من أزمات إنه ما يكسبش في الأول؟ يعني إيه التحديات اللي بتقابل هذا القطاع بالأخص؟ هقول لحضرتك حاجة غريبة جدا. للأسف احنا اتزرع فينا الفترة اللي فاتت دي حاجتين في منتهى الخطورة. نمرة واحد، ان المستورد ارخص وافضل، ودي مش حقيقة بالمناسبة يعني. نمرة اتنين، ان احنا مش بتوع صناعة. النقطتين دول لما اتزرعوا فينا ادى ادج او ادى ميزة للتاجر، ان هو بيروح يجيب الحاجة كونتينر بيبيعه وخلاص. واقع الامر الشباب في مصر عايز يشتغل، دي حقيقة، عنده الطاقة انه يشتغل، وفي شباب طالع جديد دلوقتي بسم الله ما شاء الله في منتهى الروعة. اذا النهاردة كونك نقول ان الشباب خايف، لا مش خايف، بس الشباب عايز يعرف. يعني ايه يعرف؟ يعني هاجي لاي شخص اقول له والله خد بالك. انا دايما اقول المثال ده وذكرته قدام سيادة الرئيس في 2017، مثال البالونة. كل الناس تقول لي يعني ما لقيتش غير البالونة. ايوه انا هقول البالونه، لانها حاجه بسيطه جدا. لو جيت قلت للشاب خد بالك انت بتستورد بمليون دولار، يعني 30 مليون جنيه بلالين في السنه، ولو انت عملت ورشه صغيره عشان تصنع البالونه دي هيبقى مكسبها كذا. دراسه جدوى بقى، والمكنه اهي، واللي بيستوردها اهو، هيعمل ولا مش هيعمل؟ اكيد هيعمل. اذا النهارده لازم تديله الحته دي، اديله المعلومه واضحه، قولي له كل التفاصيل، وموضوع واضح جدا جدا. طب انت عندك كام جزء بينطبق عليه هذا الكلام؟ اكتر من 1000 جزء. محتاجه كام؟ خدي بالك ان المكنه دي تغطي مثلا 5% احتياجات السوق للبند ده، فانت محتاجه 20,000 مصنع عشان يغطي لك جزء من احتياجاتك. تخيلي ان الكلام ده يتعمل في خلال يومين ثلاثه، المكنه اهو والمستورد اهو، خدت بالك؟ هو ده اللي الشاب عايزه، هو عايز كده. هو مش عايز فلوس على فكره، عايز يقول بس يعمل فين. انا هقول لك اشتغل في الحته دي، المكنه اهي والراجل اللي بيشتري منك اهو. في نفس السياق يا باشمهندس، حضرتك بتقول ان احنا نوجه الشباب، نديهم اول الطريق. طيب هل هناك مبادرات في هذا الجانب لتوجيه الشباب او رفع الوعي الصناعي لديهم؟ وطبعا ترابط، طبعا ده بيبقى في ترابط ما بين جميع القطاعات زي قطاع التكنولوجي الواعي. الحقيقه ان كل الدوله شغاله في هذا النسق، كل الدوله فعليا بتسعى لهذا. بس عندك مشكله واحده بس، ايه هي؟ ان انت محتاجه توحيد جهود الدوله، محتاجه بيت الراجل ده يروح له او الشاب ده يروح له ويقول له انا عايز تقول لي اعمل ايه. مكان واحد وجهه واحده فقط لها الصلاحيات وعندها المعلومات. في اللقطه دي انت هتقطعي شوط كبير جدا. انما توزيع الكل، ما انا بقول لك الكل هدفه مصلحه مصر والكل يعمل، ودي حقيقه خلاص، بس كل واحد وليه طريقه. الشاب هنا بيتلخبط، اللخبطه دي مخلياه قلقان. انا راجل لسه ببدا حياتي، لما اجي النهارده تقول لي والله روح الجهه الفلانيه عشان كذا، والجهه الفلانيه كذا كذا، وكل جهه لها اسلوب، خدت بالك؟ انا بتلخبط، الشاب بيتلخبط، ولو اتلخبط خاف، ولو خاف مش هيشتغل. الحقيقه يا باشمهندس، لذلك تم اطلاق مبادره ابدا، لانها هذه المبادره يعني بتحمل العديد من المبادئ والمفاهيم الخاصه بتوطين الصناعه، وايضا اكساب الفرد العادي او المواطن العادي وعي. ده حقيقي طبعا. لما سيادة الرئيس اطلق مبادره ابدا، الهدف منها هو تحديدا مساعده الشباب كمشروعات صغيره، مساعدة المصنوعات الكبيرة المتعثرة، التدريب، كل هذا الكلام. بس برضو أنا مش عايز خدي بالك ابدأ، دي لسه بادية. الأمال المعلقة عليها ضخمة جدا جدا، بس محتاجة دعم برضو، محتاجة النهاردة العدد يكبر، محتاجة الأماكن تكتر خلاص. ف
علشان اقدر اقول ان ابدا هتشيل كل هذا الكلام ده في منتهى الصعوبه. لا، انت عندك اجهزه موجوده في مصر تستطيع التعاون بقى مع ابدا، او في تعاون طبعا، بس هي الفكره ابدا عددهم قليل لانهم مختارين مناسب، فاهمه كويس جدا، بس العدد قليل والاماكن قليله والامل المعلق عليها كتير جدا جدا، فمحتاجه تكبر في وقت صغير جدا جدا. خدت بالك؟ كله ممكن يشتغل مع بعضه، مفيش مشكله، بس في الاخر لازم في راس واحده للمشروعات الصغيره دي، راس واحده بس، هو دي النقطه الاساسيه.